مرحبا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من سر المهنة، أهلا بكم جميعا. يمكن النهاردة هنقدم لكم حلقة مميزة لأنها متعلقة بفن وأيضا حرفة يعني ممكن تكون نادرة، وهي حاجة اسمها فن السرمة، وهو التزيين بالخيوط الذهبية. يمكن بنشوف ده على كسوة الكعبة مثلا، بنشوفها أيضا على البدل العسكرية في بعض الدول الأوروبية زي في إنجلترا. فن يعني أعتقد أنه غير معروف كثيرا، لكنه فن مهم وموجود وبيدخل حياتنا وبنشوفه، بس مش بناخد بالنا منه. هنتعرف عليه من خلال هذه الحلقة مع ضيفي أستاذ أيمن عبد العال، مصمم أعمال من السرمة. برحب بحضرتك، أهلا وسهلا. مرحب بحضرتك يا فندم، ربنا يبارك فيك. يعني في البداية بقى، إيه كدينا أكتر خلفية عن فن السرمة؟ بعد إذن حضرتك أنا أرحب بيك وأرحب أهلا بالبرنامج بيك. بتاع سر المهنة اللي دايما بيستضيف المهنيين والحرفيين. أعمال الخشخان وأعمال السرمة عادة اللي هو الشغل، أي شغل يتعمل باليدوي بالغرزة دي سرمة. شغل الخشخان اتفك من شغل ستارة ايه الكعب. بقى الخشخان ده؟ ما انا هجيب سعادتك الترتيب من الاول للاخر، ايه لحد كان يتفهم هو ايه. هو ده الفكه بتاعت ستاره الكعبه. يعني ستاره الكعبه كان بتعمل فيها شغل خياميه، بتعمل فيها شغل تطريز، بتعمل فيها شغل الخشخان وشغل القصب وشغل النحاس. شغل لما اتفكت الخياميه وبطلنا نعملها، بدأت تنقرض منها بعض الصناعات، فاتفكت، خرجت منها خيامية، خرجت منها شغل القصبجي، خرجت منها شغل الخشخانة، خرجت منها شغل الكارتيرة، خرجت منها شغل تاني اللي هو شغل النحاس اللي هو دلوقتي خدته الكعبة، بس اللي هو خدته السعودية مننا، بس بتعمله بدل النحاس، بدل سلوك النحاس بتعمله سلوك ذهب. شغل الخيامية هو عبارة عن ان احنا بنعمل منه الآيات القرآنية وبنعمل منه التشكيلات. في مثلا ممكن اعمل منه الفاظة ورد، ممكن اعمل منه آية قرآنية، ممكن اعمل منه منظر لشيء معين او حاجة طبيعية. الخشخانة دي احنا ما اشتغلناش بيها هنا في مصر، احنا جبناها من الهند، لان هي عبارة عن سلك مدور كده عامل زي السلسلة، بيدخل فيه اللي هو الإبرة. ادي 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 الخشخانة ديت، تمام، وادي الغرزة بتاعتها اهي، تمام، وهو بيدخل فيها شغل، بيدخل فيها الغرزة كده بالمواصفات ديت. ليها إبرة معينة؟ ليها اجو، لان هي ليها مقاس معين. بص عليك، هي دخلت لحد فين، فهي برضو لما بتنزل كده اهي دخلت فين، فاحنا بنحطها بقى في القماشة كده، تمام، وبنعمل منها غرزة. ده بالنسبة لشغل الخشخان. عملنا منه آيات قرآنية، عملنا منه ستاير، عملنا منه البلتكانة بتاعت الستاير بالقماش، عملنا منه أعمال كتيرة جدا جدا، والحمد لله مبدعين فيها. والحرفة دي بدأت من مصر بعد فك الكعبة، بعد ما احنا بطلنا نودي الكعبة، بدأنا ازاي ما نهجرهاش، فاتفرع منها بعض الأعمال كتيرة أوي أوي أوي، من ضمنها شغلنا اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو الخشخان والقصب. ده شغله. الخياميه بندخلها معاها بحيث ان احنا ممكن نحدد الاعمال الخياميه بشغل المذهب اللي حضرتك قلت عليه اللي هي خيوط الذهب، بنحاول نلف بيها. دلوقتي بنعمله برضه في اعمال الجبلان، بنحاول ندخل فيها. غلط جدا لان مش احنا اللي بنصنعها، الماتيريال بتاعه اللي هو الخامه المذهب دي مش احنا اللي بنصنعها، احنا بقينا نستوردها، فما عندناش مصانع تعملها، وما عندناش مصانع تعمل الكارتيره، احنا بنجيبها من الهند. بقت الهند اللي المفروض كانت بتتفرج علينا، بقت دلوقتي بتعمل لنا وتصدر لنا. ودي حرفه المفروض انها ما تنقرضش، ومفروض ان في حد يدعمها انه يطلع لنا الاعمال دي، لسبب ان الحته دي انا كنت مثلا ببيعها ب 30 جنيه، دلوقتي ممكن تعمل 90 80 100 جنيه، تمام، فمحدش هياخدها من غير برواز، لان هي لازم تتبروز. فهي لما تيجي تتبروز ثمنها على ثمن البرواز على ثمن التنجيد بتاعها، لان انا المفروض بعد ما بحرك هي بتطلع معايا الشغل ده كده، دي في منها مقاسات كتيرة. يعني احنا بنعمل منها 30 في 40، ال 50 في 70، المتر في 70، ال 60 في 120، ال 60 في 80، يعني احنا بنعمل المقاسات حسب البرواز، او احنا بنعمل الحتة وبعدين بنعمل لها البرواز عشان خاطر نشوفها. ده بالنسبة للشغل الخشخان، بضطر ان انا احطها في البرواز وبنجدها. بتتنجد ازاي بقى حضرتك؟ كده، لان ده هنا بيبقى فيه سفنج، هي لو اتنجد، لو اتعملت من غير سفنج ما بيبقاش ليها قيمه وما بيبقاش ليها
الجوده. فاحنا بنعملها وبننجدها. الشغل بتاع الخياميه بتاع الخشخان خلاص يعني احنا كنا بندرب يعني داخل فيها كمان شغل تاني يعني في البراويز والحاجات دي برضو بيبقى ليها اشكال معينه عشان تدي لها الطابع بتاعها يعني. لازم نعمل البرواز بتاعها بمواصفاتها يعني. مثلا انا عندي في شغل زي القصب دوت ده بيتعمل على فاتح. يعني ايه بقى شغل القصب؟ الشغل القصب ده شفت حضرتك الخيط ده؟ ده احنا دخلنا فيه الغرزه من الابره دخلناها جواها عشان تعدي منها. لا انا بعمل بجيب البكره بجيب حوالي 6 7 8 بكرات حسب ما كل واحد بيشتغل فيه. يعني واحد بيجيب 7 بكرات وواحد بيجيب 6 بكرات بيلفهم يعملهم دواره واحده. وبنبدا ناخد التصميم بنعمله بنعمل التصميم زي ده كده مثلا. ده شغل من اعمال القصب برضو. تمام. دي عباره عن ثلاثيه. الثلاثيه ديت بتتعمل يعني ممكن تتحط باي شكل يعني ممكن تتحط دجداج ممكن تتحط على عمودين وممكن يتعمل منها اشكال كثيره جدا جدا جدا. بنعمل منها الخشخان والقصب اللي هم الثلاثيه ديت. تمام. في ستاره الكعبه بنعملها برضو بنفس الطريقه ديت وبندعم فيها حاجه اسمها الفتيل. الفتيل ده بيبقى عباره عن حاجه عاليه كده تمام بحيث انها تعلي الغرزه. تمام. ده نفس الشغل اللي معروض دلوقتي هو نفس الشغل ده حضرتك. تمام. ده نفس الشغل ده اللي هو شغل القصب. تمام. بنفس الطريقه بتعمل منه برضو مقاسات كتيره قوي 18 في 24 30 في 40 50 في 70 60 في 120 متر في 70 والمقاسات متواحده وحسب ما انت بتطلب وبالتصميم بتاعك اللي انت بتعمله. لان دايما قلنا حضرتك ان الاعمال دي احنا فكناها من الخياميه. زي دي برضو. ده برضو من اعمال الخشخان حضرتك طه. تمام. بنكتب طه وبنكتب الثلاث معوزات الفلق والناس وياسين. يعني مش شرط ان تكون الاعمال كتابيه ممكن تكون برضو اشكال زي حضرتك برضو اعرض لنا اللوحه دي زي دي برضو دي بقى بتقولوا عليها القصب. ده شغل القصب. واحنا برضو بنعمل من الخشخان برضو نفس التصميم يعني بنعمل شغل القصب. بنعمل شغل القصب وبنعمل منه برضو نفس الطريقه لان انا نفس التصميم ده وزي الخياميه ما بتشتغل بنجيب الباترون وبنخرمه وبن يعني التخريم ده اسمه تبخيش عشان خاطر الصناعيه او الناس المحترفين يعرفوا ان هي حاجه اسمها تبخيش. التبخيش ده ان احنا بنصغر منه يعني بنعمل اللوحه وبنفردها على القماش. تمام. اللوحه دي عباره عن كلك وبتبقى متخرمه فاحنا بعد ما بنخرمها بنحط البودره بودر بنجيب بودر اذا كانت على قماش اسود فبضطر بشتغل بالابيض اذا كان على قماش ازرق برضو بنفس القصه بشتغل بالابيض لو على قماش ابيض تمام بضطر اشتغل بالفحم بجيب الفحميتين وبعملهم مع بعض برضو بيديني البودره بتاعتها وببدا ابخش او ان انا ايه اعمل كده بيخرج لي التراب بتاع التبخيش من الخروم ببدا امشي عليه بالغرزه وببدا اعمل ايه الشغل بتاعي من الغرزه. ده نفس الطريقه اللي احنا بنعملها في الخشخان هي نفس الطريقه اللي احنا بنشتغلها في القصب هو نفس الطريقه اللي بنعملها في ستاره الكعبه اللي هي برضو في السعوديه. تمام. لان انا برضو ليا ناس هناك شغالين فيها. تمام. نفس الطريقه اللي بيشغلوا بيها الخياميه ان هو برضو بيبخش برضو وبيعمل نفس الطريقه دي عشان نحدد بيها التصميم او الديزاين على القماش. وبنبدا نغزي خيوطنا وبنبدا نعمل اعمالنا بحيث ان هي تبقى ماشيه مع الغرزه. يعني بمعنى ايه؟ شوف حضرتك هنا هتلاقي الـ هنا محمد رسول الله في هنا برضو ده نفس شغل القصب اللي انا لسه عارضينه برضو. تمام. وفي بعد كده ايات قرانيه تانية غير في الفلق في الناس في كل هو الله احد الاخلاص في لولا إذ دخلت جنتك لقلت ما شاء الله في اسماء الله الحسنى ما تكتبش غير على 60 في 120 او متر في 90 او متر في 70 لان طبعا كان نكتب 99 اسم بفونت معين مع الاعمال اليدويه مش اي شغل يتعمل يدوي. فدلوقتي عشان خاطر الحاجات دي وانقراضها وكده بدا في مكان بينزل اسمه اللي هو السيرما القصب. احنا ده بتستخدمه مش بنستخدمه هو حضرتك بنتحايل على السوق في غلو الاسعار ان احنا نعمل حاجات ارخص شويه بحيث انها ما تبقاش غليت علينا لسبب ان الحاجات دي احنا لو بنعملها في مصر كانت هتبقى ارخص. لكن اكمنا بنستوردها وحضرتك عارفين ان الموضوع الاستيراد بيعمل معانا ايه فبتغلى ثمنها
فطبعا احنا لما بنيجي نعملها وبتغلى ثمنها ما بتبقاش موازيه لطبيعه السوق المصري. فالحمد لله بنعمل معارض تبع وزاره الاثار، بنعمل معارض وبندعم بيها الاماكن الاثريه. تمام. اخر معرض كنا عاملينه حضره جناب السلطان، حضره مقام السلطان قايتباي. تمام. في معرض تاني كنا عاملينه في متحف النسيج المصري. وبتلاقوا اقبال يعني على اقتناء الاعمال دي؟ بس للاسف احنا اللي يعني احنا الصناع اللي بقينا وحشين. مش 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 المقبل على المنتج، لا احنا. لسبب ان بقى في صنايعي بيقل قيمه المنتج عشان مش يعني مش هقول يوازي، لا عشان خاطر يقلل السعر من فلان الفلاني. فلما بيقل السعر بيقل المنتج وبيقل الخامه. فبتبقى متسوق البضاعه الرديئه دلوقتي بدات تطرد البضاعه الجيده من السوق، ودي كانت نظريه ومفروض انها العكس، ان البضاعه الجيده بتطرد البضاعه الرديئه من السوق وتتوجل. فدلوقتي بقينا عشان نخف الاسعار بقينا نعمل ايه؟ نعمل قصب بالمكنه وندعمه بالشغل الهاند ميد، بحيث ان هو يتناسق ان احنا عاملين يدوي عاملين هاند ميد جنب الشغل المكنه، بحيث انها ما توقفش. دلوقتي بالنسبه لحضرتك بالنسبه للشغل بقى القصب على الفواتح، طبعا الفاتح بيبقى باين جدا ان هو ممكن يتبهدل وممكن كده، بس ليه طريقه معينه في التنظيف وفي الاعمال بتاعته. احنا بنحط ان يعني بعد ما بنعمل التصميم زي ما قلت لحضرتك على الكلك وبنبخشه. ايوه يا فندم نفس القصه ديت نفس الصور. بعد ما بنعمل التصميم على الكلك وبنبخشه، فبيبقى متحدد لنا بقى الورده او متحدد لنا المكان اللي احنا عايزين نعمل فيه الشغل. فبنبدا ناخد الغرزه بتاعتنا، هي بحوالي المفروض انها تبقى بثمن خيوط، فبتفرد معايا يعني لما باجي اخد انا الغرزه من تحت لفوق كده، فهي بتبقى مدياني ثمن حتت ثمن يعني البروس خيوط. ده بحساب يعني برضو معمول حسابه يعني يعني بيبقى مقصود كل بروز وعلوه قد ايه؟ يا فندم لو حضرتك لاحظت هنا هتلاقي اللي في النص اعلى من من الورق الورد. هتلاقي بص حضرتك هنا اللي هو السبت البوكيت الورد اللي احنا بنشتغل عليه، ده المفروض يبقى اعلى شويه نسبيا. بنعمل طبعا دي كلها خيوط، يعني اعرض لنا برضو تاني كده الخيوط اللي مع حضرتك بحيث ان احنا نشوفها. دي ده شكلها وهي خيوط. دي خيوط بقى بتبقى غاليه بقى عن العاديه صح؟ طبعا. طبعا، لان هي المفروض ان هي ليها ميزه معينه في الشغل وليها اسلوب معين في المعامله، فمش اي حد يعني. نعرض الخيط تاني. ما ينفعش حد حضرتك يشتغل بيها الا ما يكون هو فاهم هو بيعمل فيها ايه. تمام. لان هي رفيعه جدا زي ما احنا شايفين كده عامله ازاي. وهل متينه ولا يعني عارف برضو ان يعني عزمها برضو ان احنا بني ادم بقى يعني فاهم. فما ينفعش ان انا اقرص عليها، لا انا بشد لسبب ان ده المفروض ان بشد على منسج كبير يعني قد الترابيزه دي مرتين. تمام. وبنشد عليه الدمور. بص بقى الطريقه حضرتك، وده سر المهنه صح؟ طب احنا عشان سر المهنه إيه وعشان الاستاذ ياسر وعشان الاستاذه المعدين، تمام، احنا هنقول السر بتاعنا. احنا بنجيب الدمور دوت وبنشده على منسج. يعني ايه دمور؟ الدمور ده قماش من نوع من انواع القماش. تمام. في منه دمور، في منه بافته. تمام. دي انواع من انواع القماش الرخيصه نسبيا، يعني لسبب ان انا مش محتاجه. هو فين بقى مكانه؟ هو الغرض منه ايه هنا؟ الخلفيه. ليه؟ عشان لما اجي اشد لما اجي اشد الغرزه عشان تبقى قويه ومشدوده معايا. بص حضرتك هو هنا باين ازاي؟ لما اجي اشد الغرزه ممكن بعد اذنك يا استاذ ياسر حضرتك تمسك، تبقى هشه يعني تبقى ثابته. انت ممكن تمسك انت وتجسي الملمس اللي هنا. اخشن من ده. ليه؟ لان ده بعد ما انا بشده على المنسج بيبقى مشدود، بديله حاجه اسمها نشا. النشا دي هو عباره عن ماده لازقه من الظهر. ما انا بشد بقى كده. تمام. فبضطر هنفترض ان هي دي القماشه، فانا بشدها كده بعد ما بدهن هنا النشا، بشد انا الشموزيت بتاعي تمام على النشا وببدا الزقه وبسيبه لحد ما ينشف، فبيمسك النشا بيمسك في الشموزيت فبيبقى عامل زي الطبله. لو ضبلت عليه يدي صوت لدرجه ان احنا واحنا بنشتغل بالابره بام بام تبقى قويه جدا جدا وبتستحمل الشغل. بعد ما بنحط، وقلنا حضرتك ان احنا لدقنا خلاص الدمور، لما دقنا الدمور
وشدينا عليه الشغل الشموازيت، بنبدا نجيب الكلك اللي هو عليه التصميم بتاعنا، وبعدين بنحطه ونبدا نحبره بالقماشه اللي احنا قلنا حضرتك عليها، اللي هي بيبقى فيها قماشه كده برضو من الدمور، لكن خيوطها واسعه شويه، بيبقى فيها البودر اذا كان ابيض او اذا كان اسود حسب اللون اللي احنا شغالين عليه. فبنعمل بينزل من الاخرام بتاع التبخيش مكان الخيوط اللي احنا هنشتغل عليها. ببدا انا اخد بقى الغرزه بتاعتي تمام على الرسم بتاعي، وبعد ما بتخلص خالص الايه، وبعد ما بنعمل التصميم بتاعنا، وببدا بعد ما بشتغل عليها بنعمل ايه؟ بقوم جاي قاصص بقى الضمون، بتشيله بقى خالص، ما خلاص بقى بيتفك بيتقص كده من المنسج، يكون اقل نسبيا من القماشه الشموزيت، لسبب هو ده معمول عشان الشد، عشان ما يخليش الايه من هنا مكشكشه او مكرمشه، ولما احنا نيجي نشدها على برواز او بنشدها. طب ليه اشيله بقى ما هو مش باين كده كده؟ نعم، ليه تشيله ما هو مش باين من ورا؟ اقول لك ليه، لما بيجي يتعمل على برواز بيبقى عامل هنا دفوهات في شده ال، عشان يبقى مشدود يعني، في الطرف هنا، في الطرف هنا بيعمل كشكشه فوق هنا في الطرف في الافريز بتاع البرواز بيعمل كشكشه، لانه هو مش لين معايا. طيب حضرتك برضو قلت ان في طريقه معينه للحفاظ عليه والحفاظ على شكله، طبعا اكيد برضو الخيوط دي او الاشكال دي او اللوحه بشكل عام بتبقى معرضه للاتربه، معرضه لاي شيء ممكن ان هو يعني يغير من لونها، يعني ازاي بقى بتحافظوا عليها؟ ازاي يعني بترجع تاني زي ما كانت؟ وهل هي يعني حاجه معمره ممكن تعيش، ولا ممكن خلاص يجي عليها وقت لا هي معمره، ومعمره جدا جدا جدا، بحيث ان احنا عندنا اول ستاره كعبه راحت السعوديه موجوده لحد دلوقتي. يعني مثلا ليه ما فكرتش مثلا يبقى عليها لوح زجاج مثلا يحافظ عليها؟ هل من خلالها هي كده بس نقدر نحافظ عليها؟ تمام كده. ليه بقى؟ لان احنا لو حطينا لوح الازاز هنا بيعفن للقماش، بيخليه يعت وبيشيط، فبص هي وقعت لوحدها جوه البرواز. يعني هتبص ليه هي لما انا سقطت من. طب ازاي بنحافظ عليها؟ احنا بنحافظ عليها ايه؟ زي حضرتك بتحافظ على البدله بتاعتك او على القميص بتاعك ازاي؟ انك دايما معرضه للهواء عشان ما يبقاش مكتوم. فاحنا بنعرضها للهواء. التنظيف بتاعها بيكون خفيف، مش تنظيف في مواد معينه بنستخدمها؟ لا والله، هي فرشه ناعمه وبنشيل التراب من عليها بترجع تاني زي الاول. مفيش اي مواد كيماويه ممكن نستخدمها؟ ما ينفعش حضرتك نحط فيها اي مواد كيماويه نهائي، اولا لا للبرواز عشان اذا كان ملزوق ورق ذهب او ده مثلا ملزوق. ده برضو يعني ده معرض جدا ان هو يعني لو حد حط ايده عليه كده هو بيبصم. بنعمل ايه؟ بنجيب استرتش، ده في الالوان الفاتحه بس وللضروره يا فندم، بنجيب استرتش وبنشد الاسترتش عليه، الاسترتش الشفاف تمام، بنسيبه. الاسترتش بيبقى فيه فتحات بيدخل الهواء من ناحيته، يعني انا ما بقفلهوش زي الازاز، فبيبقى فيه فتحات. الفتحات ديت بنحاول ان احنا ما نقفلهاش بالقوه يعني بقوه جامده، بحيث انها تبقى برضو مديه نفس ان القماش ياخد الهواء ويتعول يتعلق، يعني ياخد العوامل الجويه بتاعته بحيث ان هو يعيش اكتر. لكن احنا لو قفلناه تمام، هنلاقي احنا حضرتك لقينا في بعض المقابر شغل السيرما واليدوي تمام، في البجوات، في جبانه البجوات معمول فيها شغل من ايام الفراعنه، من اول العهد المسيحي، العصر المسيحي، معمول فيه شغل نفس الشغل ده ونفس الطريقه ديت بطريقه تطريز. ومتميزه فيها قوي الشغل دوت السينوية. الجماعه بتوع سينا واخدين نفس الشغل، بس مش ده دوت. احنا ربنا يقدرنا ان احنا نفضل نستمر فيه ونحاول نصعده اكتر من كده، عشان بقوا على صوابع اليد الواحده الصناعيه والاسطوات اللي بيشتغلوا فيه على صوابع اليد الواحده، فيهم ناس جامده جدا جدا، وفيهم اسطوات مهره قوي 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 قوي، ويا ريت تبص عليهم، يعني يا ريت يبقى في مكان تجمع لاعمال الخشخان، مكان تجمع لاعمال الخياميه، مكان تجمع لكل حرفه بتجمع فيها الصناعية ديت، وتحاول تطورهم وتسوقهم. معانا مؤسسة حلوة قوي، وفي ناس ممكن تحب تتعلم برضو، يعني اكيد حضرتك. والله احنا بنعلم، بس هو برضو بقى ليها الشق السلبي اكتر في السوق.
اللي هو الضرر الاكتر في السوق. بمعنى ايه؟ ان اللي بيتعلم بيبقى عايز ياخد من اول قعده معاه، خلاص هو تخيل ان هو بقى اسطى صناعي وبياخد الشغل يعمله. بمعنى وانا داخل حضرتك دلوقتي قبل الهوا بتقول لي ده ملزوق، في حد قابلني بيقول لي ده ملزوق، لانه بداوا يكسلوا الغرزه. فبداوا يعملوا ايه؟ يحط ساعتك الامير كده ويلزق فوق منه. ما هو مش باين بقى ان هو ملزوق او ان هو معمول بشغل الغرزه. شغل القصب ده حضرتك هو دي الخيطان الكارتيره، تمام، اللي بيتعمل منها برضو الفيله والبورمه والاعمال اليدويه ديت، تمام، ده برضو شغل القصب. والاعمال اللي هو اللي فيها شغل قصب بتبقى ليها حرفه مميزه شويه وليها نظره جميله قوي ان الاغلبيه بيعملوها. بص عليك، ده شغل القصب اللي بيتعمل على ستاره الكعبه، تمام، باسلوب الفتيل. الفتيل اللي هو ايه؟ احنا بنجيب خيط تخين، ده شغل برضو قصب حضرتك، بشغل يعني ايه يدوي بمكنه، يعني احنا دعمنا بيه اليدوي في المكنه بحيث ان انا اعلى نسبيا. ده كده بعد المقاطع الورود والتصميمات الروحانيه الجميله اللي هي الورد والعقده اهي، نفس الشغل ده برضو ونفس الطريقه برضو، تمام. فيا ريت والله من جوه برنامج سر المهنه نعمل حلقات ده ستارة الكعبة، وهو واضح فيها قوي الخيوط، بس ده حديث ستارة الكعبة، باب ستارة الكعبة واضح فيه جدا الشغل الخشخان وشغل القصب. ده برواز الرحمن خشخان، ده برواز زوشمة دورين، في برواز مكتوب فيها الرحمن علم القرآن خلق الإنسان اللي هي الآية من ضمن الآيات، وده شغل القصب اللي هو المتحدد والمعمول بالفتيل، ده برضه شغل يدوي، وشغل يدوي جميل جدا جدا جدا، بيدي ابعاد وبيدي روح وبيدي كده مكانه جميله. وعلى فكره في ناس بتاخده مننا عشان تتبرع بيه للجوامع. يعني احنا عاملين في بعض الجوامع عاملين برضه نفس الحكايه ديت ونفس الاعمال بس بمواصفات خاصه. يعني بصراحه هو شغل جميل جدا، انا ما كنتش برضه بنتبه ليه قوي، معرفش يعني مين اللي ممكن يمتهنه هنا. شيء جميل جدا ان احنا بنتعرف على هذا الفن الجميل، فن الايه بقى انتوا بتقولوه السيرما صح؟ هو لا مش احنا اللي بنقوله، المتردد عليه هو اللي بيقوله دي سيرما. السيرما اي شيء معمول بالغرزة هو سيرما، لكن هو بيختلف ان في خشخان في قصب بقول ده سيرما بقى. بص حضرتك، في خشخان في قصب في كارتيرا في شغل في شغل اللي هو الكارتيره ديت، وفي شغل تاني اللي هو شغل السيرما اللي هي المكنه، تمام. ده كله اي حاجه بتعمل بالايد او حاجه بتعمل فيها خيوط الذهب واللي حضرتك قلت عليها، تمام، دي شغل سيرما. لكن هي بتختلف زي ما قلت لحضرتك، احنا فكينا من ستاره الكعبه 10 مهن. طيب طبعا اي حاجه من الفنون الجميله دي يعني بنبقى عايزين نحافظ عليها ونبقي عليها، هل هي بتدرس مثلا في المدارس الصناعية والمدارس الفنية ولا يعني مش واخدة حقها؟ لأن برضو الفنون التقليدية دي لو دخلت في الحقل التعليمي ممكن حيك يا أستاذ ياسر. ممكن حيك. أنت جبت حاجة أنا فعلا كنت مستني إن أنا أي حد يفتح لي فيها كلام، إن محدش يعرف عنها حاجة. المهنة دي محدش يعرف عنها حاجة. شغل الخشخان محدش يعرف عنها حاجة، ولا فنون تطبيقية ولا اي حد من الحاجات دي يعرف عن شغل الخشخان وشغل القصب اي حاجه عنها، ولا بتدرس حتى. احنا بنعمل اجتهادات اللي هي ايه؟ مثلا بيجي متحف الفن الاسلامي بيجي يقول عايز اعمل دوره تدريبيه عن اعمال القصب او اعمال الشغل بتاعك، فبنحضر القاعه وبنجيب المنسج وبنقعد ندرب. اللي بندربه دوت مستعجل قوي، مستعجل يعني، اذا كانت انسه اذا كان مدام اذا كان استاذ اذا كان طالب بيبقى مستعجل جدا ان هو يعمل الشغل دوت، وعايز فاكر ان هو هيعمله دلوقتي هينزل بيه السوق يبيع. لا، انا لما باجي ادرب بقول له خرج الشغل اللي انا ممكن اخده منك باسمي وانا اللي اسوقه لك او انا اللي اقول لك فين مكانه، بس يبقى خارج بنفس المستوى اللي ده يتقال عليه بتاع فلان الفلاني. لكن احنا بيبقوا مستعجلين جدا جدا، فبيخرج وهو مش متعلم، بيحضر حلقه دوره او دورتين يعني حصه او حصتين في الدوره، وبيخرج منها فاكر نفسه ان هو اشتغل، فبيبدا يعمل. ده بيضر الصنعه وبيضر المهنه.
وبيضر الاعمال ذات نفسها، وما بيبقاش المنتج اللي المفروض ان هو يتحط في السوق بالمواصفات الجيده يتحط في السوق. حضرتك لو احنا نزلنا الاماكن اللي هي اللي فيها الانتشار الكلام دوت، الحسين بداوا يعملوا فيه، يغيروا من شغل الخشخان وكان غلي سعره وشغل القصب، بداوا يحطوا فيه حاجات تانية زي ما قلت حضرتك كده الجبلان. الجبلان ده شغل مكنه، فبداوا يحطوا ده جنب ده، يعني عارف هي مكتوبه جاهزه، يعني الجبلانه جايه مكتوبه جاهزه، مش انا بقى اللي ببذل بيها مجهود وببخشها وبعمل لها الخشخانه بتاعتها وبعمل لها الحاجه بتاعتها وبقص وبشد المنسج وبنشيها وبعدين بشد وبعمل في، بتاخد مراحل، والمرحله دي ما بتعملش في يوم، بتتعمل في كذا يوم. وبعدين كل غرزه لوحدها، كله بص حضرتك هنا هنلاحظ ان كل غرزه لوحدها، اللي بالذهبي بيتعمل بالخيط الاصفر، واللي بالفضي السيلفر بيتعمل بالخيط الابيض، عشان لو احنا جينا بصينا هنا اهو مش هيبان الخيط الابيض مع الذهبي، تمام، مع الخيط الابيض مع الفضي مش هيبان، الخيط الذهبي مع الخيط الاصفر مع الذهبي برضو مش هيبان، فعشان الخيوط ما تبانش، تمام. لكن احنا الحمد لله ربنا كرمنا وبنحاول نطور في مهنتنا وبنحاول نساعد، وفي بعض الوزارات وبعض الاماكن بتحاول برضو تدعمنا، بس هو مش بالشكل المطلوب، يعني احنا عايزين اعلى من كده شويه وندعم الحرف دي شويه، اذا كان في نظره لينا، ويا ريت النظره دي ما تكونش من جهاز واحد، عشان الجهاز الواحد هيبقى مكتفي على 5 6 انفار. تمام، بشكرك في ختام الحلقه استاذ ايمن عبد العال، مصمم اعمال من الخشخان، صح كده؟ ربنا يعز جنابك استاذ ياسر، وسعيد جدا بلقاء حضرتك، وسعيد جدا بالحلقه الجميله ديت، وتمنياتنا ان احنا نعلم عن طريقكم ان شاء الله. ومشاهدينا الكرام، يعني اتمنى ان احنا نكون يعني عملنا كده سبوت على احد الفنون اللي يعني يمكن مطموسه جدا، مغموره جدا، ما حدش كتير يعرف عنها معلومات، واعتقد انه من الفنون الجميله اللي مهم ان احنا نحاول يعني نحييه، لان احنا بنشوفه حوالينا بس محتاجين ان احنا يبقى عندنا خلفيه اكتر عنه، وعشان كمان نقدر نقيمه اكتر ونبقي على مثل هذه الفنون التقليديه اللي بتعتبر تراث لحضارتنا العريقه. بشكركم، نلقاكم في حلقه اخرى وسر المهنه، الى اللقاء.